مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده، حلقه نهايه الاسبوع من الحياه اليوم. زي ما اتكلمنا بالظبط امبارح في الحلقه بتاعتنا لما ناقشنا الاسعار وتوقعاتنا لاجتماع رئاسه الوزراء النهارده، نفس تقريبا اللي احنا كنا بنسال عنه وبنتناقش فيه بالامس مع ضيوفنا في البرنامج تم توضيحه اليوم. يمكن احنا بالامس ايضا قدمنا لكم اسعار الخبز هتكون عامله ازاي ووزن الخبز هيكون عامل ازاي، ولكن كنا ننتظر تعليقات رئيس الوزراء بعد اجتماعه مع الوزاره النهارده حول ما يجري في محاولات الدوله لخفض الاسعار ومتابعه خفض الاسعار ورصد السوق. واحنا بنتكلم امبارح كان في حاجه كده اتقالت الدكتور علاء عز قالها، وهو بيتحدث عن دور الدولة في الإفراج عن الجمارك والأحداث وتوفير العملة الصعبة. زي ما حضراتكم عارفين كان دايما الكلمة اللي بتتقال في الفترة الماضية، وده باعتراف الحكومة، وقالت أيوة كان عندنا أزمة في توفير الدولار، وكان الدولار سعره غالي جدا، فكان هناك تراكم كبير لمجموعات ضخمة من البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ المصرية. أول ما دخلت الدولارات كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي افرج يا عم عن كل الحاجات دي. الدولة وفرت في خلال الشهرين اللي فاتوا أو الثلاث شهور الماضية 8 مليار دولار للإفراج عن كل السلع، تمت خلاص. ثم مسموح ومتاح الدولار للجميع عبر البنك. في الفترة اللي كانت الدولة فيها الدولار صعب شوية، فكانت الدولة عندها قانون ان انت لو استوردت حاجات وقعدت الحاجات دي حوالي شهر وانت ما افرجتش عنها بتتم مصادرة هذه الاشياء. ليه؟ لان هي موجودة ومحطوطة وانت مش عايز تحركها. الدولة كانت موقفة العمل بهذا القانون احتراما لقدرات المستوردين علشان تساعدهم، لانها بتعترف ان في ازمة، وده شيء جميل جدا. طب ايه اللي حصل؟ ان لما الدولة وفرت الدولار، وده كنت برضو محور حديث وحنتكلم فيه في الايام الجاية والاسبوع الجاي، وهو استغلال الفرصة او استغلال الدولة او الضغط على الدولة والضغط على المستهلك. الدولة وفرت الدولار وافرجت عن سلع ب8 مليار، والدقيق نزل وكل ما يمكن ان تتخيلوه، وفي سلع نزل بالفعل 20% و30%. ولكن المشكله اجت فين بقى؟ المشكله ان الدوله رصدت ان في ناس من التجار اللي عندها بضايع وكانت بتقول ان هي مش لاقيه دولار علشان تفرج عن البضايع بتاعتها، لما لقت ان الدولار نزل وبقى متاح رفضة ان هي تفرج عن البضايع انتظارا ان الدولار ده ينخفض اكتر، لان هم عارفين ان الدولار هينخفض تاني فتزيد مكاسبه، انما يجي لك في السوق ويبيع لك بالسعر العالي. رئيس الوزراء النهارده تحدث عن النقطة دي بالذات، وانا مع الحكومة في اي اجراء تتخذه. ليه؟ لان قررت رئاسة الوزراء تفعيل القانون مرة تانية بداية من شهر أبريل وعلى شهر يوم 1 مايو، اللي بضايعه موجودة في الميناء بقالها أكتر من شهر ولم يقم بالإفراج عنها وأخذ الدولارات بتاعته ودخل البضايع دي، سيتم مصادرة هذه البضائع لمصلحة الدولة المصرية وهتتباع في مزادات بعد كده. خلينا نشوف رئيس الوزراء وهو يتحدث عن النقطة دي بالذات في مؤتمره الصحفي بعد اجتماعه اليوم، ونرجع لحضراتكم تاني. فين احنا حتى هذه اللحظة منذ بدء الإجراءات الإصلاحية احنا أفرجنا عن سلع بأكتر من 8 مليار دولار. أنا بس بقولها لحضراتكم. فالنهاردة اللي بقى موجود في المواني تقريبا نقدر نقول إن أغلب الحاجات اللي كانت متعطلة بسبب عدم توفر الدولار خرجت. انما يمكن زي ما كنت قلت في مؤتمر سابق ان في بعض التأخر والتلكؤ من بعض اصحاب الرسائل ان هم يخرجوها، فاحنا كنا الحقيقة في وقت الازمة
القانون عندنا، قانون اللي موجود بيقول ان في خلال شهر طالما الدولة مش مسؤولة عن التأخير اللي حصل، لو في خلال شهر المستفيد ما خرجش البضاعة بتاعته بنبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة. هذا الموضوع كنا وقفناه وقت الأزمة الاقتصادية، لأن طبعا كان كل المستوردين بيشتكوا إن الدولة مش قادرة تدبر لي الدولار، فكانت الحاجة بتيجي وبتقعد بفترات أطول. وإحنا الحقيقة بناء على طبعا يعني إدراكنا لهذه الأزمة، إحنا كنا عطلنا هذه المادة. اعتبارا من 1/4 احنا رجعنا هذا الموضوع عشان بس تبقى الامور واضحه. الموضوع الاخر للرقابه، تاني انا باكد احنا النهارده بنتابع، بقى عندي النهارده اسعار واضحه جدا لكل السلع. انا بتكلم هنا على السلع الاساسيه. طيب عندي وموجوده في السلاسل وبنتابع وعند التجار، واتحاد الغرف بيبعت لنا كل اسبوع السعر بقى موجود قد ايه، مركز المعلومات بينزل وبيحصر بقى معروف متوسطات اسعار السلع. طيب انا بقولها بمنتهى الامانه، طب هل انا هبقى عندي القدره ان انا انزل على مئات الالاف من المنافذ والمحلات علشان اشوفها في وقت واحد واتاكد ان هم بيبيعوا؟ كدوله وقدرات دوله مش هنقدر نعمل الكلام ده لوحدنا. عشان كده انا بهيب بالمواطن النهارده، الاسعار بقت واضحه وبقت معروفه، طب لقيت في مكان بيبيع باسعار اعلى من كده بكتير، حضراتكم بلغونا. انا بقول بلغونا، في عندنا الاماكن اللي بيتم الابلاغ فيها، جهاز حمايه المستهلك، جهاز حمايه المنافسه، هنا في مجلس الوزراء، في كل الوزارات موجودين عشان ناخد ضدها الاجراء الفوري. ادي حديث رئيس الوزراء عن البضائع اللي موجوده، ومحدش يلوم الدوله طول ما كان زي ما هم بيعترفوا ان التأخر كان من جانبنا، احنا كنا مانعين التنفيذ القانون. دلوقتي مفيش تأخير من جانبنا، وبالتالي لا يجب ان يكون هناك تأخير من المستورد. هنتقل بيكم للحتة التانية بتاعة الابلاغ. رئيس الوزراء حول كل مواطن الى رقيب، قال لك انا بعمل اللي عليا وبراقب وبحدد الاسعار، لو سمحت بلغني. ليه؟ لانه بالتأكيد هو مش هيقدر يراقب على كل الاماكن. على فكرة كمية حملات نزلت وهتبدأ تنزل تاني وتستمر من الاسبوع القادم، وخاصة السلاسل الكبيرة اللي بتستغل المواطنين وبتستغل الاسعار احيانا، انتوا هتشوفوا حملات يمكن هم نفسهم اصحاب السلاسل والسوبر ماركتس ومحلات البقاء ما لم يكن احد يتوقع ان الدولة هتتحرك بهذا الحزم، وهتشوفه في الأيام القادمة. من ضمن الحاجات اللي قلناها بالأمس والنهاردة تم مناقشتها في مجلس الوزراء أسعار رغيف الخبز مرة تانية، انخفاض كبير جدا في سعر طن الدقيق، لأن طن القمح نزل. وكنا بنتناقش مع الأستاذ عبد الله غراب رئيس الغرف التجارية أو الغرفة التجارية المسؤولة عن المخابز. كويس، الراجل قال ان في مقترحات رغيف الخبز وزنه كام وسعره كام، وسيتم تطبيق هذا طبقا للموافقه اللي تمت اليوم في مجلس الوزراء بدايه من يوم الحد الجاي. يعني حتى المخبز انت هتاخد رغيف العيش وزن كذا بسعر كذا. انا بكلمكم على السياحي، مش بكلمكم على حاجات اللي هي الدوله بتدعمها. لا، الرغيف اللي كان باتنين جنيه هيبقى بجنيه ونص، هو كده وزنه قد كذا، وهيراقبوا على الوزن بتاعه. هنتقل بكم لحاجة تانية على طول، خبر قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، وهو اقترابنا الموسم. كل سنة واحنا طيبين، وزارة التربية والتعليم تعقد اجتماع مع رؤساء اللجان، او وزير التربية والتعليم عقد مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الادارة على مستوى الجمهورية ليه؟ استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، في عدة ملاحظات وتوجيهات صدرت من وزير التربية والتعليم اليوم، وسيبدأ التطبيق بتاعها استعدادا لموسم الثانوية العامة في مصر. على الهاتف الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ شادي مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شادي.
ما الذي تم وما الذي وجه به وزير التربية والتعليم النهاردة في هذه اللقاءات؟ الحقيقة طبعا الاجتماع اللي تم عقده صباح اليوم يعني كان بيحمل شقين رئيسيين. الشق الأول هو متعلق برسائل طمأنة عن انضباط سير الجدان امتحانات الثانوية العامة، وأيضا التأكيد على المواصفات الخاصة بالامتحانات واللي يمكن تم التأكيد عليها مرارا وتكرارا على مدار العام الدراسي، ويمكن منذ بداية العام الدراسي أيضا الامتحانات الثانوية العامة ستكون بنفس مواصفات العام الماضي. كان من يمكن أبرز النقاط كمان التأكيد على أن الامتحانات يتم سحبها من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير، وبالتالي يعني نفس ما تم في امتحانات المواد الدراسية المختلفة العام الماضي هو ما سيحدث هذا العام أيضا. كمان كان في تأكيد على فكرة تصحيح أسئلة الاختيار المتعدد أو البابل شيت إلكترونيا، وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة الإجابة لتيم المصححين لتقييم الإجابة. يعني هي في في مزيد من التسهيل على الناس اللي بتراقب، واستمرار لمحاولات التسهيل أيضا على الأهالي وعلى الطلبة. طبعا كان في مناقشات ده متعلقة ب يا ريت تعلي صوتك بس عشان اسمعك بعدها. أيوة. طيب كده أيوة. صوت واضح؟ كده احسن كتير. كان في طبعا مناقشات عن النقاط الفنية المتعلقة بضبط لجان السير للامتحانات، وكان في طبعا عدد كبير من التوجيهات اللي اصدرها الدكتور رضا حجازي، يمكن ابرزها فكرة اتخاذ اجراءات جديدة هذا العام واكثر تطورا لمكافحة اي وسيلة من وسائل الغش الالكتروني في اللجان، وتطبيق الاجراءات القانونية بحزم على اي طالب بيتم ضبطه في محاولة غش عادية او غش الكتروني، والتي قد تصل اجراءاتها لحرمانه من الامتحانات لمدة عامين. طبعا في اجراءات اخرى متعلقة خاصة بمعاينة جميع لجان السير وتأكد من صيانتها، وايضا التأكد من وجود الكاميرات المراقبة داخل اللجان واصلاح اي اعطال فيها، وايضا كمان تدريب اعضاء لجان الادارة المكلفين بالعمل داخل لجان السير على طبيعة عملهم داخل اللجان عشان يكونوا مدربين على التعامل مع الطلاب بشكل جيد ومريح وبدون ايجاد اي حالة توتر ما بين الطلاب. في نقطة مهمة كمان متعلقة بحظر الندب المحلي للمراقبين إلى عن طريق لجنة الإدارة، ودي نقطة مهمة جدا جدا تم التأكيد عليها خلال الاجتماع. وأيضا الوزير طلب إعداد تقرير يومي بما يحدث داخل كل لجنة رئيسية من رؤساء اللجان والمراقبين لتقييم أدائهم واستبعاد أي حتى رئيس لجنة أو مراقب يكون أداؤه غير مرضي أو يخرج عن الإطار الخاص بضبط سير اللجان الامتحانات. يعني طبعا بشكل سريع جدا يا استاذ شادي، ما عادش في مراقب هيقدر يروح مدرسه بعينها هو ومجموعه معينه ويقولوا ودوني المدرسه دي، مش كده؟ بالظبط كده. ايوه من الاخر كده، ان انتوا عانيتم من اشياء كتيره في الفترات الماضيه والسنوات الماضيه. استاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل. ينضم إلي الزميل العزيز الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الحياة اليوم. بنجتمع بصورة أسبوعية عشان نتابع موضوع أسعار السلع بصفة عامة في الأسواق المصرية، والحقيقة اللجنة يعني هي فيها ممثل فيها كل جهات الدولة. يعني احنا بنتكلم على الدولة، هنا بتكلم على الوزارات، معانا طبعا وزارة التموين، وزارة التخطيط، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين وبتتابع معانا، الحقيقة في وزارة الدفاع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأيضا طبعا معنا الأجهزة الرقابية على رأسها الرقابة الإدارية، معنا جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المنافسة، وأيضا معنا طبعا الحقيقة الممثلي القطاع الخاص وعلى رأسهم اتحاد الغرف التجارية، وأيضا الغرف الصناعات الأساسية زي الصناعات الغذائية، صناعة الحبوب، والنهاردة يمكن الحقيقة أيضا بنشرف معانا الشعب العامة للمخابز.
الحقيقة يمكن على مدار الأسابيع الماضية منذ بدأنا إجراءات الحقيقة الإصلاح الاقتصادي والتحريك سعر الصرف، وإحنا بنتابع على الأرض الموقف والحمد لله، وكان في يعني توجهات وفي توجيهات من فخامة الرئيس إن لازم المواطن يبدأ يشعر بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وبصورة كبيرة. ويمكن وقت ما عملنا الإعلان في الفترة اللي قبل أجازة العيد توافقنا مع اتحاد الغرف ان هيبقى الانخفاضات في حدود ال 15 ل 20%، وان بعد اجازه العيد ان تبدا الانخفاضات تستمر وممكن انها تصل وان شاء الله هتصل الى حوالي 30%. الحقيقه النهارده كنا بنتابع على الارض الحقيقه الموقف بالظبط ايه، ويمكن هنا انا بفرق ما بين السلاسل التجاريه وما بين تجار التجزئه، وتجار التجزئه هنا بنتكلم على المحل الصغير البقال او المحل التجاري البسيط اللي بيبقى موجود في بعض المدن في الشوارع في القرى، ده بيختلف عن السلاسل التجاريه. ولكن بصفه عامه اللي نقدر نقوله من متابعه اكتر من جهه، ويمكن هنا احنا الحقيقه في الامانه الفنيه للجنه هي مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، بيقدر ان هو بينزل من خلال الحصر على مستوى المحافظات كلها. يعني احنا عندنا دلوقتي بقى في حصر كامل محافظه محافظه، وبالتالي بنبقى شايفين ان ممكن بنلاقي الاسعار بتختلف من محافظه، وممكن جوه المحافظه نفسها بنلاقي في اختلافات في بعض الاسعار، ولكن الاتجاه العام ان السلع كلها بصفه عامه في نزول لحوالي 22%. عدنا الى حضراتكم مره اخرى، ضيفي في هذه الفقره ضيفي الاسبوعي الزميل العزيز والكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريده وبوابه الوفد. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. انا هبدا معاك النهارده، هكلمك في قضيتين يا وجدي. تمام. القضيه الاولى وهي الدوله، التحكم في الاسعار، نعم، توفير الدولار، نعم، وتحركات رئاسه الوزراء النهارده، وداخلين بقى على الدقيق ورغيف العيش. تمام. السياحي كمان. تمام تمام. بص يا محمد، في احنا فعلا احنا مصر دلوقتي بتخوض تحدي كبير جدا جدا في مسألة الأسعار والأسواق، ودي مسألة في منتهى الخطورة، ودي بتمثل المواطن المصري يعني بصورة مباشرة وواضحة وصريحة. يعني الحقيقة ان القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة كان ليه تعليمات وتوجيهات صريحة جدا جدا للحكومة المصرية انه لابد ان المواطن المصري يشعر ان بدأ في خفض للاسعار باي وسيله باي شكل. طيب الكلام ده ما جاش من فراغ، الكلام ده جاء من خلال خطه وضعتها الدوله المصريه ممثله في الحكومه المصريه، واحنا شفنا اهم كانت خطوه في هذا الاطار هي خطوه الافراج عن السلع، ودي مساله مهمه جدا. تم الافراج عن ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار، عباره عن كل حاجة، المستلزمات والإنتاج والمصانع والكلام ده كله. ده طبعا كان لها دور مهم جدا جدا، وزي ما رئيس الوزراء قال كمان الأمر الثاني هو خطة إصلاح اقتصادي يعني بدأت الدولة المصرية تقوم بها حاليا. من هذا الإطار لابد أن المواطن في الآخر يعود عليه النفع ويشعر أن فعلا تم خفض في الأسعار بعد الارتفاع الجنوني اللي حصل بسبب تحديات كثيره يعني لن نتخلص. خلاص احنا دلوقتي امام الامر الواقع. امام الامر الواقع، الامر الواقع دلوقتي النهارده كان في اجتماع مجلس الوزراء، وكان الدكتور مصطفى مدبولي يعني كان واضح جدا جدا قال بنفس النص كده، قال ان لابد ان المواطن المصري يشعر ان في خفض في الاسعار، والحقيقه ان ده بدا قبل العيد في خلال رمضان وكده، وبدات فعلا في بعض الاسعار يتم تحريكها، ودي مساله مهمه جدا لتحريكها للخفض يعني. وهو لسه بيقول عايز يوصل لغايه اكتر من 25% او 30%، فده شيء رائع هو جدا. هو بيستهدف لان هو متابع. نعم. هو عارف فرق سعر العمله بعد توفيرها. تمام. هيوفر قد ايه بالظبط، وبالتالي المفروض السلعه دي يبقى ثمنها بالظبط كده. وبالتالي احنا هما ماشيين في خطه مظبوطه، اعتقد ان المرحله الايام القليله القادمه ستشهد فعلا انخفاض ملحوظ. احنا شفنا اخر قرار وكان قرار مهم جدا، خفض اسعار الدقيق، الدقيق انخفض بواقع 2000 جنيه للطن، فدي مساله 6000 جنيه للطن كنا نتناقش بالامس، الدقيق نزل يا وجدي في 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 بعض انواع الدقيق الفاخر الى 6 10000 جنيه في الطن. تمام. طيب ده بس ليه؟ لانه انخفاض
توريد القمح تمام 35%. ده كلام مهم جدا. طيب او 40. كلام مهم جدا. احنا بنعملش ده علشان تجار الدقيق هم اللي يستفيدوا المساله، لا ده احنا بنعمل ده او الدوله المصريه بتعمل ده عشان الدوله، عشان إيه؟ عشان عشان الشارع، عشان المواطن المصري في الاخر. طيب احنا بعض المخابز حتى هذه اللحظه مفروض بقى احكام الرقابه عليها، وانا شفت من تصريحات رئيس الوزراء اليوم الحد القادم هيبقى في خفض تحديدا للرغيف السياحي، ودي مساله مهمه جدا. فده احنا دخلنا في اطار تاني خالص مع الحفاظ على وزنه. مع طبعا دي اساسي، يعني ما هو ما ينفعش ان هو يخفض سعره وفي نفس الوقت يعوضه بطريقه تانية بيخفض وزنه. لا ما ينفعش. لا الوزن ثابت والمواطن في الاخر لابد على المواطن ان يشعر بهذا الخفض في الاسعار. الحقيقه ان فعلا في خطه والدوله يعني بتشتغل بشكل واضح وصريح، وشفنا اجتماع مجلس الوزراء ان كل الممثلين في الجهات او الوزارات المعنيه. طيب بهذا الاطار خليني انتقل بيك على حاجه كده وقالها النهارده رئيس الوزراء وعايز رايك فيها. اتفضل. لما كانت الدوله حاسه ان في تقصير من ناحيتها نعم في توفير الدولار نعم كانت بتعترف بده، ده صحيح، وقفت العمل بالقانون نعم بتاع شهر مهله للافراج عن البضائع. مظبوط تمام. النهارده رئيس الوزراء قال دفعنا 8 مليار وخرجنا بضايع تمام، موفرين دولارات في البنوك تمام، وفي تجار رافضين. هي دي بقى الكارثه بقى، دي النقطه الخطيره جدا بقى. الحقيقه ان احنا مش يعني مش اللوم لوحده هنوجهه للحكومه المصريه، لكن برضو في لوم من ضد التجار، وللاسف الشديد هؤلاء التجار او بعض التجار عشان نكون دقيقين في التعبير، يعني بعض التجار لديهم جشع. هنا في تصريحات خرجت من مجلس الوزراء قالت حاجه مهمه جدا، ان هيتم مصادره جميع هيطبق القانون مصادره جميع البضائع اللي هيعدي عليها من 1 ابريل لواحد مايو. بواحد مايو ده قرار في منتهى الحسم والحزم، ده قرار مهم جدا جدا. هنا يبدا يحرك بقى التجار دول او بعض التجار دول اللي هم لازالوا بيعملوا من وجهة نظر الشخصية ضد المواطن بالدرجة الأولى، مش ضد الدولة لا ضد المواطن، من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية وتحقيق يعني كم كبير من الأرباح. يعني كفاية كده قرار الحكومة المصرية بمصادرة هذه البضائع، ده درس مهم جدا. من حق الحكومة فعلا تقوم بهذا الإجراء، ودت مهلة، هذه المهلة طيب كافية جدا عشان إيه يشتغلوا على طول. طيب على الهاتف سيادة المستشار محمد الخمصاني متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. كيف سيتم إحكام الرقابة على الأسواق بداية، خاصة المخابز، بداية من الأسبوع القادم؟ هيتم يا فندم الإحكام الرقابة من خلال المتابعة، مبدئيا من خلال المتابعة التي يقوم بها مجلس الوزراء من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. المركز باعتباره بيرأس الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بضبط الأسعار، يقوم بمتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات. وأيضا المركز استطاع أنه ينشئ تطبيق على الهاتف اسمه رادار الأسعار، من خلاله بيقوم المواطن بتسجيل أي مخالفات في الأسعار أو المحال التجارية وإرسالها من خلال تطبيق الأسعار على لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. هناك أيضا دور مهم للأجهزة الرقابية، سواء جهاز حماية المستهلك أو وزارة الداخلية أو وزارة التموين، وبالتالي يعني مختلف الجهات الرقابية بتقوم بدورها بخلاف ده شيء جميل جدا. ولكن دور المواطن، أشكرك. تحدث اليوم رئيس الوزراء المصري وقال أنا عايز المواطن يبلغنا، هل فعلا أنا سمعت ان فعلا جالكم بلاغات وانكم اتحركتوا على هذه البلاغات الى الاماكن اللي تم الابلاغ عنها وتم التعامل فورا مع المخالفات؟ بالفعل يا فندم ده حصل. دولة رئيس الوزراء ذكر صراحة خلال المؤتمر الصحفي انه وردت شكوى من احد المواطنين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتم التعامل معها حيث ثبت وجود مخالفة في رفع أحد المحال أو السلاسل التجارية لسعر المنتجات، وتم التعامل معها بصورة حاسمة وتم تغيير الأسعار لكي تتفق مع ما تم الإعلان عنه. طيب السؤال التالي بعد كده بقى،
ما هي العقوبات التي قد تطبق على من يخالف القرارات أو الأسعار؟ عندنا يا فندم على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على المخالفات المرتبطة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، في حالة مخالفة تلك الأسعار هذا الأمر بيضع مخالفة تلك القرارات الصادرة بوضع السعر البيع النهائي للمستهلك بيتم تطبيق ما نص عليه قانون حماية المستهلك، لأنه هذا الأمر بيعد مخالفة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك، وده بيستوجب هناك في القانون يعني غرامات وجزاءات بالحبس متدرجة في حالة تكرار المخالفة. طيب سؤالي التالي، رغيف العيش هنتراقب ازاي؟ احنا عندنا الاف، كنت بتكلم مع الاستاذ الكاتب الصحفي الدكتور وجدي زين الدين، هو ضيفي في هذه الفقرة، كنا بنتكلم على كيف ستستطيع الدولة احكام مش السيطرة ولكن احكام الرقابة على وزن رغيف العيش السياحي. في الحقيقة فندم الرقابة على المخابز يعني بطبيعة الحال هناك الدور الأساسي لوزارة التموين، هناك أيضا دور جهاز حماية المستهلك ودور وزارة الداخلية، ودور وزارة التموين هو دور أساسي كما شاهدنا تم الاتفاق على الأسعار للخبز السياحي، وبالتالي من المنتظر أن وزارة التموين وكافة الجهات الرقابية سيتم البدء عقب صدور يوم السبت إن شاء الله صدور قرار معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بالأسعار التي تم الاتفاق عليها، سيتم النزول فورا بدءا من يوم الأحد لمراقبة تلك الأسعار وطبقا للوزن رغيف كل سياحي طبقا سعره طبقا للوزن الخاص به، وإن شاء الله يعني الرقابة ستكون محكمة. وكما ذكرنا أيضا جزء أساسي من أحكام الرقابة هو دور المواطن عن طريق تطبيق رادار الأسعار الذي صممه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. سيادة المستشار محمد الحمصاني متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا الإيضاح. هو فعلا اتكلم في قضية مهمة جدا، هي قضية المواطن بالدرجة الأولى، إن المواطن ده جزء فاعل ورئيسي في مسألة الرقابة على الأسواق. بس أنا وجدي أنا محمد شردي أو أنت أو أي مواطن، أنا شعرفني وزن الرغيف ده 80 ولا 75؟ لا أنا أتكلم في حاجة تانية كمان يا محمد مهمة جدا. المواطن يعني انا وانت هنقدر نوصل ونعمل شكوى ونبلغ بالرقم بالخط الساخن ومش عارف ايه، لكن انا بتكلم على المواطن البسيط بقى اللي هو لما يلاقي حاجه مش هيعرف يعمل اي حاجه، دي مشكله تانية. لا انا في نقطه في منتهى الخطوره، هو اتكلم عن ثلاث حاجات مهمه قوي، اتكلم عن دور وزاره التموين الاول، اتكلم عن المواطن. طيب ده هو اساسي وفاعل، لكن مش كل المواطنين هيقدر يبلغ ويعمل والكلام ده كله، واتكلم عن وزارة التموين، واتكلم عن جهاز حماية المستهلك. أنا في مشكلة وأنا من المنبر بتاعك المحترم ده أنا عايز ببلغ الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك عجز شديد في العاملين بجهاز حماية المستهلك. اتنين، هناك عجز شديد في الذين يقومون بمراقبة الأسواق في وزارة التموين. هنا مش عجز بس همشيها عجز. لا في عجز، في عجز. الحل الوحيد انك انت لازم تطعم الاجهزه دي بدور شويه، عشان انا هديك مثال صديق لي قبل الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع واضح وصريح قال شوفوا انتوا محتاجين طفوتكم بايه. تمام هيفوضها. انا قبل الهوا قبل ما اجي حضرتك الاستديو كان في صديق بنتناقش في هذه القضيه، وقال لي ان في مركز من مراكز جمهوريه مصر العربيه بيقول فيه ما فيش الا مفتش تموين واحد، مفتش واحد هو اللي بيقوم بالمساله دي. طب هنقيس على نفس الدرجه دي على مستوى مراكز مصر كلها الجمهوريه كلها، احنا محتاجين فعلا تدعيم جهاز حمايه المستهلك، محتاجين يعني تدعيم الجهات المشرفه من وزاره التموين على الرقابه على الاسواق، لان فعلا في عجز شديد. انا مش بدافع عن وزاره التموين ولا بدافع عن جهاز حمايه المستهلك، لكن الحقيقه في عجز. في نفس الامر الدكتور مصطفى مدبولي قال للوزارات المعنيه دي يعني شوفوا انتوا عايزين ايه زي ما حضرتك قلت بالزبط. لكن هل حد فعل؟ ما حدش فعل لسه، وده اللي هنبدا نشوفه من ده كلام مهم جدا يا محمد، علشان نبدا فعلا يبقى في احكام
يبقى هنا تنفيذ اليد الطولة للحكومة المصرية على الأسواق. طيب بمناسبة حديثك عن وزارة التموين وأيضا الموضوع الثاني اللي أنا قلت لك هنتكلم في موضوعين مهمين جدا وهو قضية الملف الفلسطيني وغزة والأحداث في غزة. وبمناسبة حديثك عن وزارة التموين، وزارة التموين النهاردة يا جماعة أطلقت أكبر قافلة من المساعدات لأهالي قطاع غزة منذ بداية الأحداث. خدوا بالكم جهات ومؤسسات مختلفة بتطلق قوافل بناء على توجيهات الرئيس. وزارة التموين النهاردة أطلقت قافلة إغاثية تضمنت 30 شاحنة فيها 100 طن من المساعدات. ده بيصل، خدوا بالكم، حتى الآن الوزارة دي بس مطلعة 300 طن أو أكتر من 300 طن. ده بخلاف، مرة أخرى، ده بخلاف التحالف الأهلي. أيوة. ده بخلاف كل الجامعات الخيرية المصرية. ما زالت مصر هي المصدر الأساسي لمعظم، إن لم يكن أكتر من 60-70% أكتر من 80 يا محمد، من المعونات. لا، في ناس بدأت تخش بمعونات زيادة، لكن ما زالت مصر المعونات اللي وصلت لغزة أكتر من 60-70% هي معونات مصرية. نعم. تبرع بها شعب مصر. نعم، دي حقيقة على فكرة. طيب. يعني حضرتك بتقول أكتر من 60 ولا 70، لا أنا بقول لك أكتر من 80%، رغم كل يعني كل اللي الدول في العالم كلها بتحاول تساعد، بس المساعدات في الآخر هي شبه رمزية. الحقيقة إن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي شايلة العبء على أكتافها في تقديم المساعدات والإغاثة، لأن طيب. ده واجبنا لأشقائنا في طيب. غزة. هنتقل بيك بقى إلى الساحة التطورات. نعم، إحنا عندنا تطورات تراشقية. نعم. بين إيران. نعم. وما بين إسرائيل. نعم. نركن ده على جنب شوية. نعم. ليه؟ لأن الموقف الآن النهاردة اجتماع مجلس الأمن بدأ ومنذ ساعات. نعم. لمناقشة القضية الفلسطينية بشكل عام. نعم. والشرق الأوسط ومشاكله. نعم. ولكن مناقشة الطلب الفلسطيني الذي تقدم قضية. به الرئيس أبو مازن. نعم. وهو تحويل وجود الدولة الفلسطينية من مراقب في الأمم المتحدة إلى عضو رسمي في. نعم. الأمم المتحدة. تمام. القضية دي فيها مشكلة واجد. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت الضغط على الرئيس الفلسطيني ما تقدمش الطلب. تمام. وده كان بعض الجهات أكدت إن في ضغط حصل، ورفض الرئيس أبو مازن. نعم. وقال لهم أنا هحط العالم قدام مسؤوليته. نعم. أنا من حقي من سنة 47 أكون دولة. نعم. الآن مجلس الأمن يناقش. نعم. انشقاق واضح. تمام. لأن أمريكا بتحاول، هم 15 صوت. نعم. الخمسة الدائمين والعشرة. تمام. الموجودين. تمام. تمام. احنا ضمنين 8 اصوات. نعم. مع فلسطين. تمام. وفي الوسط مجموعه من الاصوات تحاول الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل الضغط عليها. تمام. تمتنع عن التصويت او ترفض. هنا رايك؟ بص يا محمد، هقول لك حاجه في المساله من الاخر. بس خد بالك، انا عارف ان انت الدمياطي هيطلع جواك. لا طبعا. بص يا محمد، بص القضيه باختصار شديد جدا هي في يد الولايات المتحده الامريكيه. كل ما تفعله زي ما انا قلت قبل كده لعبه قذره. لعبه قذره جدا، تعلن اشياء وتتصرف باشياء اخرى. الولايات المتحده الامريكيه لا تريد تفعيل القانون الدولي، وده واضح جدا جدا منذ بدء الحرب على غزه في 7 اكتوبر وحتى الان. كل ما تفعله الولايات المتحده الامريكيه بتخرج بتصريحات متناقضه تماما للفعل على الارض، متناقضه تماما على الفعل على الارض. وبالتالي الجلسة اليوم، هذه الجلسة أنا يعني مش متشائم، لا ده أنا متأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مش الضغط على أبو مازن بس، الضغط على دول كثيرة جدا جدا جدا. وحتى أمريكا لو ما استخدمتش حق الفيتو هتقعد تلعب من تحت لتحت علشان. لا بس أنا عايز أوقفك هنا في الحتة دي. اتفضل. الولايات المتحدة الأمريكية هتحاول تفشل القرار. بالظبط كده. بالظبط. ولكن هم ليه ما كانوش عايزين ابو مازن يقدم؟ هم خايفين يكشفوا قوي قدام العالم كده. طب هو لسه ما كشفوش، ما العالم كله عارف خلاص ان الولايات المتحده الامريكيه يعني اتفتح امرها خالص. احنا عارفين كويس جدا. تمام. ان ده حق فلسطين. تمام. اسرائيل بتحاول ان تكون مناقشات الدوله الفلسطينيه في مائده مفاوضات. نعم. عشان يساوموا على ايه؟ على الحدود. على الحدود طبعا. هو بص،
لا حل لمثل هذه الامور سوى تفعيل القانون الدولي والمرجعيه الدوليه في المساله دي. ده اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده اللي عايز اقوله. وده واللي قاله امبارح في المؤتمر الصحفي مع ملك البحرين. مش قاله امبارح، ده الموقف المصري اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا، ومفاوضاته كلها مع دول العالم كلها ومع قاده العالم وزعماء والاخر كلها بتدور لا حل لهذه الازمه سوى تفعيل حل الدولتين على حدود 4 يونيو 67 واقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه. لا حل للقضية الفلسطينية سوى بتفعيل حل الدولتين. كل ما تفعله إسرائيل والولايات المتحدة هو اللف والدوران، هو اللف والدوران وتضييع الوقت، وخلصت المسألة على كده. وبالتالي الموقف المصري واضح وصريح ومعلن، وكل مباحثات الدولة المصرية بكل مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقول ما فيش حل. هو ده. هل تعتقد أن بريطانيا، لأن طلبت يعني الخارجيه الامريكيه قالوا يا بريطانيا، تعرف تابعه اوف، طبعا تابعه اوف، واخد بالك، قالوا يا بريطانيا ما تصوتيش، لان بريطانيا كانت تميل الى الموافقه، تميل لكن انما هي مش قادره. طبعا قالوا لهم طيب ما تعترضوش وما ترفضوش، اساس الازمه، اساس الازمه كلها بريطانيا. بريطانيا دي ما هي اللي عملت ده الكارثه الحقيقيه، مش الولايات المتحده الامريكيه بمفردها، هم اللي عملوا. بريطانيا هي الاساس اصلا. طيب بريطانيا هي الاساس. هاخدك الى تصريحات اتفضل امين عام الامم المتحده النهارده. نعم. في بدايه الجلسه الراجل بيقول احنا في وضع منفجر. نعم. احنا على حافه الهاويه. نعم. هل تعتقد ان حديثه في بدايه الجلسه، ان الجلسه على فكره يا جماعه مستمره حتى الان، حتى ومزاعة الآن مستمرة. نعم. في بعض الناس ومذاعه، انا بقى فاتح على اليو ان وقاعد اتفرج على الجلسه على الهواء. نعم. نعم. وكلمات كثيره من دول العالم. نعم. بيقول لك العالم على حافه الهاويه. نعم. هل امريكا تدفع الى اشتعال الأزمة اكتر واكتر؟ الحقيقة الحقيقة ان الولايات المتحدة الامريكية بتدفع الى اشتعال الأزمة اكتر واكتر، والحقيقة ان كل المصايب التي حلت بالشرق الاوسط وراءها الولايات المتحدة الامريكية، والحقيقة ان امريكا لديها اصرار شديد على الدعم لاسرائيل بكل السبل، من أسلحة وخلافه والاخر، والولايات المتحدة الامريكية هي الوحيدة التي بيدها حل هذه المسائل. لكن عايز اقول لك حاجة تانية مهمة جدا. الولايات المتحدة الامريكية لو ظنت ان هذه السياسة المستمرة من جانبها تجاه اسرائيل بهذا الشكل، وانفجار الاوضاع الاقليمية والعالمية كلها بهذا الشكل، سيلحق ضرر بالغ جدا جدا بالولايات المتحدة الامريكية. ان ما كانش دلوقتي فهيبقى الايام اللي جايه. ايوه، تؤصل للكراهيه في العالم. ايوه بالظبط، الولايات المتحده الامريكيه بالظبط كده. وعلى فكره العالم كله خلاص، تخيل، انا عايز اقول لك حاجه مهمه، خرجت بره ان يقول لك دي دول اسلاميه بتكرهنا او لا 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 لا، مساله اتغيرت خالص. كله اسيا بيكرهوا امريكا، العالم كله، شعوب العالم اجمع الان تكره الولايات المتحده الامريكيه، وشعوب العالم اصبح لديها يقين ثابت أن الولايات المتحدة الأمريكية هي سبب كل هذه الانتكاسات. والحقيقة أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد اضطراب الوضع في المنطقة حاليا، والهدف الرئيسي هو جمهورية مصر العربية. مصر هي اللي عاملة صداع للولايات المتحدة الأمريكية، مصر هي عاملة صداع للغرب كله على فكرة في القضية دي، في القضية دي تحديدا يعني. وهذه القضية لن نجد لها أي حلول إلا الحل المصري، وهو تفعيل حل الدولتين. الدكتور واجد زين الدين، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا، بكون مستمتع قوي وانا بتناقش معاك زي ايام زمان، ونقعد كده بنوضح الامور. ربنا يخليك، اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. هنطلع فاصل وهنرجع تاني، عايز اقول لحضراتكم عندي ليكم مفاجاه بعد الفاصل. ينضم الي الحقيقه صديق عزيز، صديق ومنذ سنوات كبيره، وفنان كلنا بنتابعه ومبسوطين بالفن اللي بيقدمه، مبسوطين بعودته الى الشاشه، ومش بس كده أدواره، بعده. بعد الفاصل صديقي الفنان طارق النهري في ضيافتي في الحياة اليوم. ايه ده بالراحة؟ هو انت لازم تشرب لحد ما تتدرمغ؟ ايه ده تهبل ولا ايه؟ ابوك لو شرب المحيط ما يسكرش. تسند عليا اقول لك ايه؟ يلا هو ريحتي خمره.
أصل الليلة ليلة عدولة، وما أدراك ما عدولة، مش ناقصة وش. طبعا الخمرة بسيطة، أنت ريحتك مش بس خمرة، ريحتك نسوان وديانيل. هي قتلت جوزها ليه؟ بيعط يا اوعى تقول لي دي ريحة فوز. فوز قاعدة جنبه اهو. أسره خد فوز وروح على أوضتك، والصبح لما تفوق للكلام نتكلم. خد فوز وروح على أوضتك. شهادتي مجروحة، ولكن أنا سعيد إن أنا قاعد مع صديقي، وسعيد أيضا إن أنا قاعد مع الفنان اللي أنتوا تابعتوه في أدواره، الفنان الكبير الأستاذ طارق النهري. حبيبي حبيبي لا أنت اللي أستاذ. ربنا ربنا يخليك. صداقة عمر وعشرة عمر وحاجة. سعيد بوجودك معايا في الحياة اليوم حبيبي. بص أنا هبدأ من حيث انتهى المشهد ده. أنت كنت يعني كان معاك اتنين قمة الشر، ومتجوز الجوز في المسلسل. حاجه الله لا يوريك. مش قول لي لما عرضوا عليك الدور، يعني دور شداد، انت متجوز اتنين قمه الشر، انت بتلعب شخصيه شريره جدا، ولكن في نفس الوقت مضطر انك انت تكون ضعيف جدا قدام الست. يعني في هنا تركيبه في التمثيل صعبه. أنا حبيت الدور قوي، وخصوصا إن هو مش طارق النهري خالص إطلاقا. فذاكرت وبدأت أفكر هتعامل إزاي واحد متجوز اتنين وهو اللي بيحرك الدنيا دي كلها ومحدش عارف، بس عامل كده في الآخر قصادهم. فاضطريت إن أخد بسكة اللايت، الكوميدي اللايت خالص. وامشي فيها. هم كانوا عايزين بقى الشرير اللي هو ابو شنب والمش، قلت لهم لا 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 لا، ده ناعم وحلق شنب وبسبسب شعره وعامل مش، يعني كلمتهم في بعد الشخصيه وشكلها كمان. طبعا مع قعدت انا والمخرج والمؤلف فتره نتكلم في الموضوع ده، وكنت ادخل واعمل مكياج للشعر ومش عارف ايه، اقول لهم ايه رايكم، طب مش عارف اصل زود الاسود نعمل مش عارف ايه، لغايه ما وصلنا للصوره رحنا مصورين فوتوغرافيا وحاطينها قدامنا بقى الماكير. كل يوم ادخل تك اعمل اللي انت شايفه. حبك للحكايه وانك تبقى مذاكر وانك تبقى واعي، ده مهم جدا لكل ممثل. واقتنعوا ان انت هتعمل رغم كل الشر اللي انت فيه ده، انك هتضيف جزء شبه كوميدي كده في اللاين كده في البعد بتاعك كشخصيه قدام الستات. وبدا المؤلف يمشي على نفس الحكايه. ان هو يخلي دمه خفيف شويه ولذيذ وواخد الحكايه بتهريج، لكن لما بيحب يصدر سم يقول لهم اللي هم بيحبوه، ان انتوا اللي بتعملوا كل حاجه وانا راجل بره اللعبه. اعملي يا حبيبتي، ده انت السم كله يا فوز، ده انت يا عدوله السواد كله. احفزهم فيعملوا وانا قاعد ماليش دعوه. طبعا احنا لولا ظروف الحريق اللي حصلت وكنا لسه بنشتغل، فده عمل لنا ربكه شديده جدا. الحريق اللي هو في الاستوديو، استوديو الاهرام. ايه اللي حصل؟ قولي ايه الربكة؟ كنت لسه مخلصتوش ايه؟ كنا ما خلصناش جزء من السوق في الحلقات الاخيرة، والصراع اللي كان داير في المحلات وكل الجزء ده لما اتحرق طبعا اضطرينا ننقل الصراعات لمكتب واوتيل ومش عارف وايه. ففي شخصيات وقعت منك وفي حاجات راحت وفي خطوط. لان الربكة غير طبيعية، ان انت في ظرف 10 ايام لازم تلحق نفسك، ما انت خلاص في رمضان. احنا كان المفروض نخلص 10 رمضان، فاضطرينا نقف ونشوف هيحصل ايه وهنعمل ايه، لان الحكايه مش سهله. فالحمد لله ان احنا تجاوزناها وعدينا. اولا المخرج متميز في ان هو هادي جدا،
وبيفكر كويس قوي وبيتعامل مع الحكايه من بمنطق، بالرغم من انه هو ايه ابن ناس وراقي ومش عارف ايه، لكن عاش اللحظات السوق والسمك وعمال السمك عاشها. وبقى انا في ساعات كان بيعمل حاجات اقول له مش عارف هو بيعمل ده ليه، لكن لما شفته على الشاشه لقيت الراجل ده بيفكر صح. فانبسطت جدا ان انا تعاملت معاه طبعا كمخرج. كان اول تعامل؟ كان اول تعامل. تمام. مصطفى شعبان انا اشتغلت معاه عملين قبل كده، انما مصطفى تبارك الله اتنقل نقله تانية خالص. نضج فني فظيع، نضج فني وبعد كده واعي لكل حاجه، واعي للكتابه، واعي للاخراج، واعي للتكنيك اللي بيحصل. فلا مصطفى اتنقل في حته تانية خالص ما شاء الله عليه. انا كنت سعيد جدا وانا بشتغل معاه ومع سلوى استاذتنا سلوى خطاب والاستاذه انتصار والاستاذ طبعا الكبير احمد بدير وكل اللي حوالينا. سؤال، اصل انا عارف ان انت طالما اجتمعت مع احمد بدير مش احمد بدير بس بقى، وحجاج عبد العظيم. السؤال ايوه قول لي بس كده، كنت بتعملوا ايه في الكواليس في الناس؟ انا عارف انك بتعملوا في بعض، عملتوا ايه في ان احمد بدير كان بيعمل ايه؟ لا لا احمد على فكره احمد نقل الشخصيه، هي كانت المفروض شريره جدا، نقلها للكوميدي. قال لا انا مش هعملها الشرير كده، هعمله من خلال الضحك ومش عارف. فعملها طلعت حلوه قوي. وبعدين بقى جوه واحنا قاعدين بقى اتفرج على التريقه والهزار والضحك ولما يمسك واحد زي انت هتقول لي جنن منذر، خلى منذر ده ومنذر جميل جدا ودمه خفيف جدا، فبقى منذر اخر بس اردني، ما هو الاردنيين برضو ناشفين. لكن لا خلاص منذر بقى مصري بقى خلاص، اتنقل الجبهه المصريه بشكل جيد جدا ودمه خفيف والناس كلها بتحبه قوي ومهما تقول له ما بيزعلش. وبيقعد يذاكر جامد صحيح؟ قالت لي سلوى خطاب قالت لي ده بيقعد، انا بقول له على مهلك على نفسك، وكان بيقعد يذاكر جامد؟ بيذاكر جامد قوي. وبعدين يعني بدا يمثل بطريقه اوروبيه خالص، بدا يعيش الشخصيه بشكل تاني خالص ويدي يشبع الحكايه ويشبع الجمله. يعني منذر في ساعات كانوا يقولوا له يا عم انطق الجمله وخلصنا بقى، لا هو بيحب ياخد لفتات وحركات وبعدين يعمل كده وبعدين يقول الجمله، بيشبع الحكايه قوي. فاحمد بدير قال لهم يا اخوانا كاميرا مخصوصه للاستاذ لوحده، مكيار لوحده، اكشن لوحده. لا طبعا احنا استمتعنا بالعمل ده بجد. اشتغلتوا قعدتوا انت دخلت المستشفى في العمل ده 3 مرات. ليه؟ انا من النوع اللي بيحب يبقى بكل احاسيسه في الحكايه. انا عارفك، ولو سالت الاستاذ مرقص يقول لك طارق كان بيشتغل معايا مساعد واخراج واكسسوار واقول للممثلين الحركه واقول لهم القطعات واقول لهم كل حاجه. فانا بحفظ، مشكلتي ان انا ببقى ودني مع المخرج فبحفظ كل الحكايه اللي هو عايزها. فلما يجي حد يقول لا اصل احنا، يجي في ساعات المساعد يقول طب نعمل كذا على جنب كده، نعمل مش عارف ايه، فاقول له لا الاستاذ عادل قال كذا، استاذ مرقص قال كذا، وده اللي هيتعمل. فكان بتيجي بتبقى على حسابي، وانا كنت لسه خارج من عمليه قلب. ف السلام عليك. الله يسلمك حبيبي. فكنت بخرج من اللوكيشن اطير على المستشفى اقعد اعمل جلسه الاكسجين لغايه ما احس ان انا الحمد لله ارتحت او مروح البيت. ما حدش عارف حاجه خالص يوم الحريق، بس يمكن هم اللي عرفوا لان انا اتخنقت من الدخان. انت نزلت رحت؟ طبعا. وكنت عايز تخش جوه صحيح؟ وحسوك. ودخلت ومسكت خرطوم الحريق وبقيت عايز اطفي، بس هطفي ايه؟ هطفي ايه؟ دي ارض حمراء، يعني مساحه قد، اعوذ بالله بعيد عن الشر عنكم جميعا، مساحه فدان تقريبا مولعه نار، جمره نار حمراء. انا كله همي ان ما كانش تيجي النار ناحيه البلاتو الاساسي، لان كمان هدومنا هناك وحاجتنا هناك ودنيتنا هناك. فبقيت امسك الخرطوم عايز اطفي النار اللي قدامي عشان ما ترميش شرار عليه. قدامك ده يعني كانت قدامك على بعد قد ايه؟ انا كانت رجليا فوق قبل النار بنص متر. وماسك خرطوم بالطبع خرطوم الحريق. والمطافي اجوا شالوك بره؟ إيه المطافي كانت محتاسه بره لان كانت 7 عماير مولعه. ما هو كان شغالين مع العماير وفي ناس منهم جوه والدفاع المدني ينزل لكم. قلت لهم
دخلوا عربية جوه ما بقوش لاقيين مكان يدخلوا بيه العربية. ما هو المشكلة في الاستوديو الطرق جوه ضيقة قوي وعشان تدخل عربية مطافي كبيرة نو واي. فكان بيدخل الخراطيم بس. فكان بيدخل الخراطيم، قلت لهم هدوا السور وادخلوا. هدوا هاتوا اللودر وادخلوا. فعملوا فتحة وبقوا يدخلوا برضو بالخراطيم، لأنه مش هيدخل جوه النار مش هينفع. بس كانت طبعا شيء كارثي، و يعني انا عيطت، صعب عليا نفسي قوي. عارف لما تحس انك بيتك بيولع؟ ده بيتي كان في الفتره دي، فحسيت انه بيتحرق، وقفت اعيط زي العيال، لاني كنت خايف ايه اللي هيحصل. يعني انا همي الشركه برضو المنتجه اللي خسرت رقم غير طبيعي. يعني هنقول مثلا مينيمم، يوم ما نقول ما خسرتش خسرت 12 مليون في الحريقه دي. ده اقل واجب. بس الحمد لله قدر الله. والناس والعماير وكده، انا عرفت ان انت بقيت تقول لهم خشوا من الناحيه دي علشان العماير، خشوا من الجنب بتاع العماير عشان تمنعوا النار تمتد. مفيش فايده. بس بص، انا اعرفك يا طارق من زمان، يعني انا اعرف الممثل، الناس ما تعرفش يمكن احيانا ان انت ايضا مخرج وعندك اخراج وانك انت مؤلف. انت الفت كم عمل؟ انا عملت حوالي 3 افلام، وكاتب وعملت سهرتين. وبقى وكاتب مسلسل حاليا بتكتبه، خلصت منه حوالي 25 حلقه. حاجه اجتماعيه كده، عايز بقى ارجع لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا القديمه. عايز ارجع للبنت اللي بتبوس ايد ابوها، والولد اللي يدخل حاطط عينه في الارض لان ابوه واقف قدامه لازم يحترمه، ما يقولوش يا فلان يا بابا، ما يقولش الام يا فلانه، لا يا امي او يا ماما. عايز ارجع الطبق الدوار اللي كان بيلف على البيوت. هتعمله ازاي في الدراما؟ بص بقى انا همسك لك الحته دي كده. انت انا عايز افهم، انت عامل مسلسل كتبت منه 25 حلقه، ايه الحدوته؟ هي حواديت حب مختلفه، البنات وعلاقتهم بأهاليهم، ولما بتتجوز ايه ممكن يكون اسباب الطلاق، اللي خايفة لان بنت عمها اتجوزت واتطلقت فبقت خايفة هي تتجوز لا تتطلق. طب ايه الموانع؟ بنقول الموانع وبنقول لها لا ما ينفعش، لان مش كل واحد زي التاني، مش كل فكر زي التاني. وبعدين النهاردة لما تيجي تختاري شخص، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال تخيروا، لازم تشوف الأصل، العيلة، البيت اللي انت بتختار منه شكله ايه، التربية شكلها ايه. يعني مثلا لو جينا في مسلسل كالسابق جعفر العمدة، هكلمك فيه دلوقتي، الناس قالوا لي انت معرفتش تربي ولادك، قلت لهم ما هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان انت نتيجة الأب اللي مش عارف يربي ده الناتج. فلازم يا راجل اللي قاعد في البيت خلي بالك بقى، ما تغلطش غلطة الراجل ده وتسيب العيال كده على البهلي، لا لازم تربي صح عشان تطلع جيل يقدر يتعامل مع الحياة، مش يطلع عيل مش فاهم حاجة وعايز يبلطج وعايز يعمل ومش همه ولا دولة ولا 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 ولا، لا ده انت عايش في كيان أسرة كبيرة هي مصر. احنا طول عمرنا مصر بنحبها، بنتعامل من خلالها كأسرة واحدة. انت بتكتب حتى لو ما كانش عندك منتج الوقت، انت بتكتب علشان انت بتحب ده. هنطلع فاصل وهنرجع تاني، يستمر حواري وحديثي مع صديقي الأستاذ الفنان الكبير طارق النهري في الحياة اليوم. عدنا لحضراتكم مرة أخرى، الفنان الكبير طارق النهري في ضيافتنا النهاردة في الحياة اليوم. منذ ريحنا ابنك في مسلسلين ورا بعض. وفي المسلسلين شرير وبيتضرب وفي المسلسلين بيتعجب ضرب. ما انا قلت له انت جايب لي الكافية، انت جبت لي العار، مش عايز اشوفك تاني ابني خالص بجد. ضحك طبعا. طبعا حبيبي منذر. ايه رايك فيه وقدرته؟ قدر فعلا يتحول ويقدر؟ هو بيتعب عشان اللهجه المصريه. طبعا بيتعب قوي، بس منذر عشان بيذاكر وبيذاكر كويس قوي،
فهي حته اللهجه حتى لما بتروح منه سنه كلنا عارفين ده، فبنعمل ستوب باي حاجه، اي حاجه نقوم عاملين ستوب منذر فيلحق يرجع تاني. وبعدين هو بقى شاطر خلاص، يعني بقى شاطر في الزوايا وشاطر في الكاميرا وفي حركة الكاميرا، يعني حتى لما بيديك لفتة أو بصة معينة فتلاقيه عاملها صح، ما شاء الله بجد يعني. طيب باللي أنا أعرفه عنك أنت لا تميل إلى أدوار الشر. صح؟ ولك تبرع، أنت بتقدم بشكل كبير جدا. قولي إيه الدور اللي أنت مستنيه نفسك فيه في الفترة اللي جاية، وإيه اللي معروض عليك اللي أنا عارف إنه معروض عليك اليومين دول؟ هو لسه طبعا مش هنقدر نقول إيه الدور، مش هتقدر، بس معروض عليك. يعني كلمني محمد سامي، وأنا سامي بالنسبة لي عشق. سامي بالنسبة لي تجربة المعلم. المعلم ونعمة الأفوكاتو خلوني في حتة تانية خالص، لان سامي برضو من المخرجين الشاطرين قوي الواعيين قوي الفاهمين قوي اللي بيذاكر قوي وما بيدخلش الا ومعاه ورقه كامل من الالف للياء. بس انت دورك في نعمة الافوكاتو كان بسيط، بس كان مؤثر. انت ليك نظره كده ساعه ما بصيت لها ورحت قفل المحكمه. انا بصيت على الجزئيه دي، يعني عجبني المواجهه اللي حصلت بينكم بنظره. ما هي دي التفاصيل بقى بتاعت سامي. مش هتحكي عليك، لا يعني سامي بيعيش الحكايه قوي، فبيبقى حاسس بكل تفصيله صغيره، وسامي بيعشق التفاصيل. فلو عملت كده اقول لك حلو ده هناخده، مش عارف رحت عامل ايدي ازاي، حلو قوي قوي انا هاخد ده. فكل تفصيله بياخدها وبيعرف هو هيحطها فيه. يعني البصه دي بتاعتك اللي هو راح عاملها وراح اخدها وقطع بيها بعد كده، دي بصه لخصت كل اللي ممكن يتكتب حواريا. ما احنا درسنا السينما مش حوار. السينما صوره، فهو بيختزل حاجات كتير قوي في نظره، في حركه، في ضحكه، في حضن ابوي. سامي عنده حتة المشاعر دي قوية جدا جدا، وبيعرف يجسدها بشكل جيد جدا. فأنا استفدت منه بعد غيبة طبعا، لأن أنا وقفت فترة. فلما رجعت واشتغلت معاه، الفضل ربنا سبحانه وتعالى وأخويا سامي، لأنه هو عرف يغذي المشاعر اللي جواه ويطلعها بكل أشكالها. فتفهمنا وتلاقينا، فلما جينا اشتغلنا في نعمة كان ببساطة جدا بشتغل معاه. فلما حتى بيكلمني على اللي جاي إن شاء الله، فأنا فرحان بإن أنا بشتغل معاه. بتكون مطمن كفنان، رغم خد بالك أنا أعلم، وبنقول للناس مرة أخرى، طارق النهر يا جماعة مش ممثل. طارق النهر مخرج وأخرج أعمال كتير، توجه إلى التمثيل ومؤلف. فبالتالي صعب ان انت خاصة كمان مع الفارق السن احيانا ان تتحكم فيه وان يقتنع بك. يعني عشان يقتنع طارق النهري بكل الكلام اللي بيقوله، انا عارف معنى اللي بيقوله ايه. هو في حاجة انا بقيت بعيشها دلوقتي طبعا، ان انا لما باجي اشتغل مع اي مخرج بعزل طارق النهري تماما عن انه اي حاجة. طارق النهري الممثل فقط لا غير. اللي بستفيد بيه بقى او اللي انا ببقى واعي له القطعات، العدسه، مش عارف ايه. لان يعني في ممثلين كتير يقول لك انا همثل وخلاص، ماليش دعوه بقى هيحط عدسه ايه 50 185 190، ماليش دعوه. لا، في فرق اتعلمناه من الاستاذ نور الشريف. كان كل شوط يقول لك العدسه كام، لان تاثير الرياكشن اللي هيعمله في العدسه ال 75 غير اللي هيعمله في ال 50 غير اللي هيعمله في 185. كل حاجه ليها حاجه. يعني العدسه شايفاك بعد قد ايه؟ شايفاك كده ولا شايفاك كده؟ ولا لو شايفاك كده مش هتقوم عامل كده، هتطلع بشع. لكن لو كده هتبقى ممكن تزود سنه في الرياكشن. فدي لازم تبقى واعي لها جدا.
عشان ما يطلعش شكلك حتى وحش وما يطلعش التأثير اللي انت عامله artificial او صناعي قوي. لا، فدي الحاجات اللي انا بدخل فيها طارق النهري المخرج، وما اتكلمش مع المخرج في حاجه ابدا. مجرد خبرتك ان انت تبقى عارف العدسه كده، فما ما كشرش قوي، ما رفعش كده. لكن غير كده انا ممثل طوع لاي مخرج في اي كلمه بيقولها، لان انت تتمنى لما بتيجي تخرج ان الممثل يسمع رؤيتك وياخد بالك من رؤيتك، فانت احترمت ده طبعا. وبعدين حلو قوي انك لازم تبقى درجة التعامل مع الناس بحب شديد جدا، لان الحب على فكرة هو الناتج اللي بيطلع العمل في الاخر كويس. يعني احنا حتى في المعلم كانت العلاقة بيننا دمها زي العسل، بنحب بعض وندخل نصبح على بعض ونضحك ونهزر حتى في عز ما بيبقى فيه ضغط نقعد نهزر ونضحك. كان اول مرة تشتغل مع رمضان؟ كان اول مرة اشتغل مع رمضان. كويس. المعلم اول مره، لا مش اول مره، اشتغل مع مصطفى شعبان مرتين قبل كده. اشتغلت مع مصطفى شعبان، اسف، انما رمضان كان اول مره كان تشتغل معاه. وكنت قلقان. لكن ما بدات التعامل معاه وشفت طريقته في الحكايه، غير رمضان اللي الناس بتقول عليه خالص. محمد رمضان شخصية جميلة جدا، وينزل من العربية يصبح الناس كلها وياخد الناس كلها بالحضن، العيال الكومبارس يجروا عايزين نتصور معاك يتصور معاهم، إنسان جميل وما تسمعلوش صوت في اللوكيشن، والتوجيهات المخرج بتتنفذ بالحرف. لا، بني آدم جميل جدا 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 جدا. طب هعود بيك مرة أخرى إلى المعلم. يعني انت قلت لي ان محمد كده نعرف ان في دور جاي لك، وان الدور ده جاي لك محمد بيقترحه. هل هتستمر في لاين الشر ولا هتخرج بره؟ لا، اللي جاي هخرج بره الشر خالص خالص خالص. حاجه ما انا يعني انا الفتره الجايه بحاول ان انا اتلون في كذا شكل وبكذا حاجه، اصل في فجوه في المنطقه دي، فممكن يستيريوتايب يو انك انت هتسد الفجوه دي سنتين ثلاثه. احنا بقينا كام واحد اللي في السن ده بالظبط، وبلس ان كام واحد محافظ على الحته دي. يعني دايما ايه الممثل لما بيبدا بقى تعرف بينسى نفسه وبياخد راحه. لا، انا الحمد لله رب العالمين بحاول. انت رياضي طول عمرك. بحاول احافظ على الحته دي قوي قوي قوي، لان عارف ان الحته دي بقى فيها فجوه محتاجاني، فانا هحاول الكام سنه اللي فاضلين لي تبقى هي دي. وانا اهتماماتي بقت في الحياه حاجتين اتنين، بنتي ياسمين دي نمره واحد في حياتي، شغلي نمرة اتنين، وبعدين الحاجة التالتة بقى أنا وأنت الصيد. بص، كنت لسه هقول لك، هزعل منك يا جماعة. عايز أنا أعترف لأستاذي أستاذي في الصيد، أستاذي طارق النهري. على فكرة العلاقة بينا بتعود إلى التسعينات، وطارق النهري أخدني رحلة صيد وعلمني التوشيح. أيوه، وقعد وعندي صور ما زالت وهطلعها لك، وهو بيعلمني ازاي اوشح. طارق النهري كان بيرمي الطعم للنورس. ايوه فاكر. النورس عند المركب، في ظهر المركب، يرمي له الطعم، يحط الطعم كده ويرمي السردينه لفوق، فانا بص، انت المفروض ترمي على الميه، يرميها فوق، فالنورس ياخدها ويجري بيها، فيروح طارق النهري شاددها من ايده لما يبعد بيها علشان تنزل على وش الميه في حته فيها ونجيب الخرمان. ونجيب الخرمان. انا ما انسلكش المنظر ده ابدا. ابدا ابدا. جميل ان عندك اهتماماتك وعندك كذا، ولكن ايضا حلو قوي ان انت عايز تخرج بره الاستيريوتايبنج، لان الاستيريوتايبنج رغم ان هو جميل، انما انا اعلم القدرات، انا اعلم الانسانيات اللي جواك، اللي لو طلعت في تمثيل انت ممكن تعمل دراما تقيلة جدا الحمد لله، وممكن تعمل كوميديا تقيلة. وده هيخليني اسألك بقى، انتصار الكوميديانة دخلت معاك عملت دور شر ما حصلش. استاذة صح؟ استاذة. هل انت تقدر تلعب الكوميديا؟ الكوميديا قوي لا، يعني اخاف.
ما اعرفش، الورق لازم هو اللي يحكمها. انما طبعا كوميديا الموقف دي بتبقى طبعا بتتعمل، انما الكوميديا الفرس زي استاذ بيومي، زي لطفي لبيب، زي الاولاد علي ربيع و و والمجموعه دي كلها، لا الشخص دي الشخصيه، ده تكوين الشخصيه، لا ده تكوين في الشخصي، وبعد كده ربنا بيديهم حته لما ينطق الجمله تضحك. انا ممكن دي ما تكونش الملكه دي عندي، انما ممكن في بيجي عامل فبيتأدى. انما الانسانيات تميل لها. الانسانيات طبعا دي، لان انت عارف احنا كلنا تربينا ازاي، وتربينا في مجتمع فيه حنية شديدة قوي وحاجات كده، فبتقدر تكتر من خلالها اللي انت عايزه في اي موقف من مواقف، تكتر ذكريات معينة تستدعي تقلبها وتترجمها بسرعة قدامك على الشاشة. عشان كده بقول للممثل دايما اعمل مخزن لنفسك. انا المخزن بتاعي على فكرة ورق كمان، يعني انا كل حادثة بتحصل لي بقوم كاتب حصل كذا والموقف حصل كذا فانا حسيت بكذا، واسيبه وكل فتره كده اقعد اقرا الورق دوت. اقوم تستعيد المشاعر في اللحظه الفلانيه عشان لو اضطريت انك انت تقدمها مره تانية اكثر. يعني انا في موقف بتاع ايمان العاصي في جعفر العمده لما بروح اصالحها، نفس الموقف كان مع بنتي وكنا فعلا زعلانين من بعض، ورحت لها عشان اعتذر لها. فلما جينا نعمل الموقف دوت انا وهي، انا بكيت بكاء غير طبيعي. فايمان راحت مع عياطر اخرى. محمد سامي قام سقف لنا احنا الاثنين، قال لي انا كنت سامع عياك وانا قاعد في اخر الدنيا هناك، لان فعلا كانت طالعه من جوايا قوي باحساس غريب جدا ان دي بنتي ياسمين اللي قدامي. فدي الحاجات اللي لازم الواحد يعتمد عليها كممثل في حياته، غير قراءاتك بقى وثقافتك انت الشخصية من تعاملاتك وقعداتك. اصلا انا يعني في الفترة الاخيرة كمان اي قعدة بقعدها ما بقعدهاش لله، لازم ابقى هطلع منها بحاجة، بجملة، بكلمة، بحركة، بحكاية، بقيت بحاول استفيد على قد ما اقدر. بعض الفنانين بتبقى عنده مشكلة التحول، انت من الجن والشاب والكذا وكذا، وفجأة عدت مرة اخرى بعد الانقطاع اللي حصل، ودخلت في مرحلة سنية ومرحلة محتاجة لك، يعني هما في فجوة في المنطقة دي قوية في الدراما المصرية. هل وجدت صعوبة في ان انت خلاص بقى دلوقتي انا بقيت اب لكذا وممكن ابقى جد في مسلسل؟ بالعكس، ده انا نفسي اعمل في مسلسل دور الاب لعيلة، مش اب لواحد او واحد، لا عيلة. المسلسل اللي انت بتكتبه شايف دور ليك ايه فيه؟ اب لثلاث بنات، وازاي هو الاب وهو امراته المفروض ميتة، فازاي هو الاب وهو الام وهو الراجل الاعمال الناجح. مش كل رجال الاعمال على فكرة حرامية ونصابين طبعا في رجال شرفة فعلا، فليه ما نطلعش الناس دي؟ ليه ما نقولش واحد اجتهد وطلع وبقى حاجة كبيرة قوي؟ مش هو عنده مشاكل أسرية ومراته مش موجودة وبيربي ثلاث بنات، ومربي ثلاث بنات وطلعهم على أحسن ما يكون، ولما بيحصل خلافات بينهم بيقوم عامل كده عشان بنته الكبيرة هي اللي بتتصرف، لأن هي بقت الأم، البنت الكبيرة بقت الأم وربها على ده، بس هي قدامه بابا يقول لها يا بنت انت كبرتي، تقول له اكبر عليك انت؟ مش ممكن، انت اللي ربيتني وعلمتني وخلتني كذا. هسألك على ال 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 النشاط الواضح جدا، والشركة المتحدة لما فتحت بقى الابواب، منتجين كتير، مسلسلات كتير، ورق مختلف، دراما مختلفة، امكانيات مختلفة، رأيك ايه في كل اللي عمال يحصل ده؟ طبعا انا عايز اوجه الشكر للمتحدة، سينرجي، أروما، مها سليم، كل الناس اللي هي بدأت تستفيد من الإنتاج اللي بدأ يوضح صورة الدراما المصرية بجد، بدأت ترجع تاني بالشكل اللي كان لازم تكون موجودة عليه، الشكل اللي اتحرمنا منه لما التلفزيون بطل ينتج،
دي الكارثة، ان التلفزيون لما كان بينتج كان عامل مساحة دراما عبقرية، وكان بيطلع اجيال من ممثلين، وكان بيطلع كتاب ومخرجين و و و. لما جت الشركة المتحدة النهاردة بدأت تعمل ده، فبدأنا نتحط على الخريطة بالشكل الصح في الدراما المصرية. الناس دي انا بقول لهم شكرا لانكم بدأتوا تعيدوا ترتيب البيت بتاع الدراما المصرية بكل اشكاله. النهاردة كل شركة من دول يقول لك اصل كل واحد له شلته، لا ما فيش لا شلالية ولا في، لا بيشوفوا بيقروا الورق كله، بيجيبوا احسن مخرجين، بيطلعوا مخرجين جداد، بيجيبوا ممثلين جداد. سهر الصايغ، ايه رأيك؟ حتة ممثلة عبقرية. طب دكتورة اصلا؟ دكتورة اسنان. انما ممثلة عندها كم مشاعر غير طبيعي، جميلة. هاجر البنت اللي طالعه جديد، سارة نور، قالوا لي جميلة، قلت لهم استنوها للآخر. جات البنت كريشندو بتاعها عيلي سارة نور دي لغاية ما بقت هاي. لما رح كنت بتكلم مع مرقص بقول له سارة أنا ما كنتش متوقع إن هي هتوصل في الآخر تبقى كده. لا الناس كلها وده بسبب الحراك نتاج الشركات دي. والورق اختلف طبعا. ايه رأيك في جودر؟ لسه كنت هقولك، ها بدليل ألف ليلة وليلة اللي رجعت لنا تاني بهذه الصورة وبهذا الإنتاج المتميز بهذه المصاريف. لا والحشاشين، الحشاشين حاجة طبعا. يعني ما نقدرش نقول إن في أعمال ما بيتصرفش عليها، لا الأعمال كلها بقى بيتصرف عليها، بيفكروا صح الناس ديت. الشركات بتفكر بأسلوب، احنا مش بننتج منتج تجاري فقط لمجرد ان احنا نبيع السلعة، لا انا عايز اقدم لك مادة، المادة دي يستفيد منها المشاهد، وفي نفس الوقت الناحية التجارية موجودة عشان انا راجل لازم اكسب، ما انا ما بشتغلش لله. بس اكتشفنا ان انت لما بتقدم وجبة دسمة تقدر انك انت تطلب حقك وتكسب بيها، وتكسب بيه اكسبه. وبعد كده الممثل بدأ ياخد حقه. في ممثلين يقول لك احنا ما حدش بيشغلنا، ما هو انت فين؟ عايز تقول لي عايز اشتغل؟ اسعى اجتهد انك تبقى ممثل كويس، انك تتعامل باسلوب كويس، انك تبدا ما اصل الشركات النهارده مش هتقعد تدور على 4000 ممثل. انما يقول لك اصل انا عايز فلانه، طب مين؟ طب هل انت رحت للشركه دي وعرضت نفسك وقدمت لهم سي في بتاعك؟ عشان كده في اوروبا او في امريكا كل ممثل له حد بيخطط له، ما انت لازم حد يخطط لك ويقول لك انت مش هتعمل ده لكن اعمله انت من نفسك. انا سعيد بوجودك معايا حبيبي، انا سعيد معاك وسعيد بالحياه ان هي رجعت وبقت منوره الحياه. ربنا يخليك، اشكرك جدا جدا وعلى وجودك معايا، وسعيد بهذه العوده الجميله لان احنا محتاجين لك في الدراما المصريه، الفنان الكبير طارق النهري. شكرا ليك. شكرا ليك. بشكر حضراتكم على المتابعه، نشوفكم بخير بدايه الاسبوع باذن الله. الحياه اليوم.